بالنسبة لشهر يوليو الحمد لله احنا طبعا خلصنا السلع التمويلية لشهر يونيو كاملة، خلصناها يوم 24 في الشهر لصرف كل بقالي تموين ال 16 محافظة، واحنا استعدينا من يوم ما خلصنا انتهاء من شهر يونيو بأرصدة خاصة بالسكر والزيت والرز وجميع ال 20 سلعة اللي معالي الوزير تفضل وحطها في القايمة الخاصة بالمواطن في 16 محافظة، وبنولو اهتماماتنا بالمواطن لشهر 7 ان شاء الله هيبقى افضل من شهر 6 في كافه السلع التمويليه اللي بتصرف للمواطن.